ظهري يؤلمني. لقد جئت في الوقت المناسب. فيما يلي 7 تمارين لتخفيف آلام الظهر في 10 دقائق. آلام الظهر مشكلة صحية شائعة جداً تفرض على أناس كثر التعايش معها، وممارسة الرياضة هي أفضل طريقة للتعامل معها. لذلك إذا كنت تريد أن تنسى آلام الظهر إلى الأبد، ارتدي ملابسك الرياضية واستعد لبعض الحركة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتشغيل الإشعارات حتى لا يفوتك أي من مقاطعنا الجديدة. إليك التمرين 1، تمديد وتر الركبة. استلقي على ظهرك واثني ساقك اليمنى. أمسك بركبتك اليسرى من الخلف واسحب ساقك اليسرى للأعلى في وضعية تمدد مثل هذه. 20 ثانية لكل ساق ستؤدي الغرض. لذلك لنبدأ بالساق اليسرى. هل أنت جاهز؟ ابدأ. تذكر أن تمد ساقك قدر الإمكان مع الحفاظ على عجب الذنب على الأرض. كما يمكنك ثني ركبتك قليلاً عند سحب ساقك للأسفل. وإذا كنت تتبع الخطوات بالطريقة الصحيحة، فينبغي أن تشعر بالتمدد على ظهر فخذيك وعضلة السمانة أثناء قيامك بسحب أصابع قدميك للأسفل. ممتاز. والآن لنكرر التمرين نفسه مع ساقك اليمنى. هذا التمرين ضروري لتخفيف آلام الظهر، وذلك لأن أوتار الركبة المشدودة تؤثر في العادة على حركة الحوض، مما يزيد من الضغط على أسفل الظهر. ستمنحك ممارسة تمرين تمديد وتر الركبة بانتظام فخذين قويتين ومرنتين ورشيقتين، مما يدعم بقية مجموعات العضلات في جسمك. وانتهينا هنا. التمرين الثاني، تمديد الساق والركبة المزدوج إلى الصدر. استلقي على ظهرك واثني كلا ساقيك ووضع كلا يديك خلف ركبتيك. الآن اسحب ساقيك لتصبح أقرب إلى صدرك باستخدام كلتا اليدين. هذا هو المطلوب. سنقوم بجلستين قصيرتين مدة كل واحدة منهما 20 ثانية. هل أخذت الوضعية الصحيحة؟ حان الوقت لنبدأ. كلما تمددت أكثر شعرت بالضغط أكثر على أسفل الظهر والفخذين، وهذه علامة جيدة. يزيد هذا التمرين من مدى حركة العضلات أسفل الظهر، وهذا مفيد لك دائما، أليس كذلك؟ أحسنت. الآن خذ نفسا ثم أخرجه ببطء. حاول الاسترخاء والشعور بجسمك. هل كل شيء جيد؟ إذن لنبدأ الجلسة الثانية. العناية بالعضلات أمر مهم، وذلك لأن العضلات المعرضة لمدى سيء من الحركة تؤدي إلى التهاب مفاصل الحبل الشوكي وتضيقه. وإلى جانب منع مثل هذه العواقب، يضمن هذا التمرين كذلك صحة إمدادات الدم في جسمك، ويساعد العناصر الغذائية في تلك المنطقة بالتحديد. لقد فعلتها، أحسنت. ولكن لا تنسى البدائل. على سبيل المثال، يمكنك أيضاً ثني ساق واحدة ثم ثني الأخرى من أسفل ركبة الساق الأولى، ثم اسحبها لتصبح أقرب إليك مثل ما فعلنا الآن. وإذا اخترت هذا النوع من تمرين الركبة والساق المزدوج إلى الصدر، فستحتاج إلى 20 ثانية لكل ساق. التمرين الثالث، تمديد الركبة إلى الصدر. استلقي على ظهرك، قم بثني الساق اليمنى وأمسكها بيدك، ومن هذه الوضعية قم بسحبها إلى صدرك واثبت على ذلك لمدة 40 ثانية لكل ساق. وكما هو الحال دائما، سنبدأ بالساق اليسرى. جاهز؟ استعد؟ ابدأ. تمرين تمديد الركبة له تأثير تمديد الساق والركبة المزدوجة إلى الصدر على الجسم، ولكن هذا التمرين يستخدم وزناً جزئياً من الجسم لإرخاء عضلات الفخذ أثناء تصحيح العمود الفقري والعضلات المحيطة به. استمر في التمرين، ينبغي أن تشعر بتمدد خفيف ولطيف في الوركين والفخذين. حان الآن وقت تمرين الساق اليمنى، وفي حال رغبت في إجراء بعض التغييرات، يمكنك تجربة نسخة بديلة لهذا التمرين. عشر ثوان أخرى.
الخطوات هي نفسها، ولكن إذا وجدت صعوبة في الحفاظ على ساقك الأخرى مستقيمة يمكنك فنيها أيضاً. كيف تشعر؟ وانتهينا. التمرين الرابع، تمديد العضلة القطنية. قف بشكل مستقيم وحرك ساقك اليسرى إلى الأمام مع الحفاظ على ساقك اليمنى في الخلف. اثني ركبتك اليسرى وحافظ على الجزء العلوي من جسمك مستقيما. حافظ على هذه الوضعية لبضعة ثوان، ثم اخفض الركبة اليمنى لتصبح قريبة من الأرض. اثبت على هذه الوضعية لمدة دقيقة واحدة لكل ساق، وسنبدأ بالساق اليسرى. 3، 2، 1، ابدأ. يؤثر هذا التمرين على العضلة القطنية ويساعد على تخفيف آلام الظهر بشكل مضمون على المدى الطويل. لا تنسى أن تبقي كلتا يديك على ركبتك اليسرى للدعم، وأن تحرك الجزء العلوي من جسمك إلى الأمام. استمر وحاول التنفس بهدوء. ممتاز. الآن لنمرن الساق اليمنى. ما هي العضلة القطنية؟ هي أكبر عضلة في مجموعة عضلات الفخذ المثنية وأهمها. هي تضمن حركة الفخذ والجذع والتنسيق بينهما، وهذا يساعد في الأنشطة اليومية مثل ركوب الدراجة أو حمل الأثقال أو الجري. لذلك فإن تمديد العضلة القطنية يمكن أن يحسن صحتك بشكل ملحوظ. وانتهينا. لننتقل إلى التمرين التالي. التمرين 5، تمديد العمود الفقري. استلق على ظهرك ومد ذراعيك عمودياً لرأسك. ارفع ساقك اليسرى واستخدم يدك اليمنى لسحبها فوق ساقك اليمنى إلى الأرض على الجانب الأيمن. أدر رأسك ببطء نحو الجانب الأيسر مع إبقاء يديك متعامدتين على رأسك. مرة أخرى سنستمر على هذه الوضعية لمدة دقيقة واحدة لكل ساق. لنبدأ. إذا كنت نفذت الخطوات بالطريقة الصحيحة فستشعر بتمدد على ظهرك وفخذ ساقك. خذ نفساً وأخرج وحاول أن تسترخي وتشعر بجسمك. كيف تجري الأمور؟ تبقى بضع ثوان فقط. وانتهينا. والآن حول لساقك الأخرى.
إذا كنت تجلس في مكتب أو صف مدرسي لساعات، أو تجلس خلف عجلة قيادة السيارة، أو تقف ببساطة بوضعية سيئة، فإن حبلك الشوكي سيعاني مما يسبب آلام الظهر. يضمن تمرين تمديد العمود الفقري أو تمديد العمود الفقري وثنيه تحرك عضلات العمود الفقري، مما يساعد على الحفاظ على وضعية جيدة والتخلص من آلام الظهر. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. ممتاز. التمرين السادس، تمديد العضلة الرباعية الرؤوس. قف على ساقك اليمنى وأمسك قدمك اليسرى بيدك اليمنى. يمكنك استخدام كلتا يديك إذا لم تكفي واحدة. حاول لمس مؤخرتك بكعبك وحافظ على هذه الوضعية لمدة دقيقة واحدة، وتبدأ هذه الدقيقة الآن. بالإضافة إلى العضلة رباعية الرؤوس، يستهدف هذا التمرين الوركين والظهر، كما أنه يزيد من الدورة الدموية في تلك المنطقة بالتحديد. وباعتبارها عضلة تربط بين الظهر والركبتين، فإن العضلة رباعية الرؤوس الضعيفة أو المتيبسة يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر أو الركبة، وهذا هو السبب بالضبط في أن تمدد العضلة رباعية الرؤوس هو تمرين فعال. قمت بعمل جيد في هذا التمرين. الآن كرر التمرين نفسه مع الوقوف على ساقك اليسرى. فائدة أخرى لهذا التمرين هو أنه يزيد من طاقتك أيضاً، لذلك وبصرف النظر عن التمرين الذي تقوم به في العادة، اتبعه بهذا التمرين في نهايته وستشعر بحيوية أكثر بعد جلسة التمرين. أنت تقوم بعمل رائع، بقي القليل فقط. والآن أنت جاهز للتمرين النهائي. التمرين سبعة، الكلب المحني على جدار أو كرسي. قف بشكل مستقيم وتأكد من وجود غرض لدعمك. ضع كلتا يديك على الغرض الداعم مع الحفاظ على مسافة كافية بينك وبينه. الآن قم بثني الجزء العلوي من الجسم بين ذراعيك. تأكد من أن رأسك ينزل بينهما أيضاً. حافظ على الجزء السفلي من جسمك مستقيماً وحاول الانحناء في وضعية مريحة. حافظ على هذه الوضعية لمدة دقيقة واحدة. هل أنت مستعد للتحدي النهائي؟ لأنه حان الوقت لتبدأ. تمرين الكلب المحني مأخوذ من اليوغا وله فوائد متعددة، فهو يخفف أي إجهاد في الكتفين أو الرقبة أو الفخذين أو الظهر، ويزيد من السعة في الجذع من خلال خلق حركة في عضلات الفخذ. تذكر أنه كلما انخفض رأسك أكثر زاد شده لعضلات الظهر والفخذ، والضغط على أعلى الفخذين يؤدي إلى خلق مساحة أكبر ويضع ضغطا أقل على أسفل الظهر وعضلات الخصر. أحسن، لقد انتهينا.
كرر هذا التمرين البسيط على الأقل مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، وسيختفي ألم الظهر بكل تأكيد. أما الآن استرح وربط على كتفك، فأنت تستحق ذلك بكل تأكيد. هل بدأت تعاني من مشاكل صحية أخرى في الآونة الأخيرة؟ أخبرنا عنها في التعليقات أدناه، وربما نحضر فيديو بتمارين رائعة لك. لا تنسى أن تمنحنا إعجاباً وأن تنقر على خيار الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.